هذا هو الأساس، هو أنه الآن هو هنا كمشروع، مشروع ديال بناء فريق اللي يكون هاد السنة كيف قلت في الأول قبل التعاقد ديالي مع النادي، لأنه فريق حسن جدادي أكادير خصو يتعاود الترميم ديالو لا من جوانب عدة، خاصة من الجانب البشري والجانب التقني، ونكملوا شيئا ما العمل اللي قام به الزميل والأخ ديالي السيد مصطفى مديح اللي قام بعض الأشياء اللي جيدة ممتازة، وكذلك نتلافى والأشياء اللي كانت سلبية واللي جعلات تعصف بالفريق في الشطر الثاني في البطولة كامل. السنة الماضية كان فريق كان أعتقد أنه لا قدر الله لو ما كانش كانوا النقاط تاخدوا وتظهر الفريق بشكل جيد في الشطر الأول من البطولة، كان لأنه تا لا كونتابيليتي دو بونكتواسيون اللي كانت عند الفريق في الشطر الثاني من البطولة، كان تا اللي سقطوا لا جمعية سلا ولا وداد فاس كانوا أفضل. هنا تيبين لك بأن صعوبة المهمة اللي خداها عبد ربي على عاتقه، ربما هذا قدري أنه دائما كان ناخذ الصعاب، ولكن لا شيء يصعب أمام يعني فريق اللي كان كله كل حب، وكان نعتقد أنه كي كنقول دائما وقلتها لأنه في الشدائد فاش كيبانوا الرجال وكيبناء الدار. الآن هو أنه أي واحد أنا ما لا أحسد على المهمة اللي أنا بصدد الحمل بها. إحنا دابا الآن كنعرف على أعتقد أنه كان اليوم أننا نزيد نأكدوا على أنه جاي الفريق في الخطة الصعودية. اليوم ما كانش عندنا خيار آخر غير نخرجوا بثلاث نقاط خاصة أمام الجمهور ديالنا، وفهو باش نعطيه داك الشحنة السيكولوجية ديال ثقة في النفس ديال اللاعبين اللي شبان، اللي شفتي لأنهم فريق كيتكون بعض اللاعبين اللي بقاو أقطاب ولما ماشي كتار ثلاثة ولا أربعة اللاعبين، وهما متأتتين بعض اللاعبين شبان كنقصهم خبرة، ولكن يقولوا الكلمة ديالهم إن شاء الله في المستقبل، لأن حسن قادير ستقول الكلمة ديال السنة المقبلة ماشي هاد السنة. لا، ربما في صدد تكوين فريق تنافسي، ولكن تحدثت عن عودة بركان في الدقائق الأخيرة اليوم، كان شباب أطلس خنيفرة بإمكانه أن يقلب الطاولة على فريق حسنية أكادير في الثواني الأخيرة، ألا تعتقد معي بأن فريقك هو ينقصه نوعا ما يسمى بالخبث الكروي؟ اللي كنقول هو انه هنا كيبان لك بانه كاين فرق ما بين لاعب متمرس ولاعب اللي عنده كنقولوا هنا اكسبيريونس، ولاعب اللي هو بالنسبه ليه يلا يسو ديكوفر، لان لاعبين لا شتي دابا الخافي اللي دخل ولا كذلك اوك ولا داكشي، لاعبين يلا كيكتشفوا بريمير ديفيزيون وكيكتشفوا داك الطقوس فين كتجرى المقابله، وكاين جزئيات بسيطه اللي كتلعب على المقابله، لانه هنا كنعتقد انه كان بالامكان اننا نسجلوا اكثر من 4 اهداف بالغزاره ديال الاصابات اللي زون تي راتي، ولكن كان ايضا هذاك اننا ندوا الثمن ديال داك السيل من الاهداف اللي هي تصراطات. اذن هنا كيبان على اننا حنا فعلا في الطريق الصائب، لان كنسجلوا اولا، ولكن لابد هنا كنشتغلوا في هذا الباب كي قلت لك على انه فريق فاتي وفريق اللي ما عندوش اكثر من 7 ولا 8 العناصر اللي بقاو اللي عندهم اكسبيريونس. كثير من القيل والقال حول باسكال فوندونو، ما راي عبد الهادي السكيتاوي بهذه الصفقه، وهل سيلعب مع حسنيه اكادير في قادم الدورات؟ بكل صدق انا غادي نجاوبك بشكل مقتضب. انا من الجانب التقني كان جو في ما مونسو mon cachet sur quoi que Feindouno c'est un excellent joueur. C'est un joueur dont les capacités n'est pas encore à démontrer. هو فعلا فاش كان جا الحسن القادير جا باش يعطي واحد الاضافه، ربما ماشي حتى في رقعه الملعب، لانه ربما ما تعتمدش عليه بشكل نظرا للاج ديالو، ولكن كذاك داك الشيء اللي لعبوا طريق سكيتيوي في الاخ الاصغر ديالي في المغرب الفاسي السنه اللي تركتها انا، وجا الزميل والاخ ديالي السيد رشيد الطوسي باش تمم لنا، لعبوا واحد الدور رائع وفعال باش خدات المغرب الفاسي 3 كؤوس في سنه واحده. اذن لابد كي قلتي الان وكان شاطركم الراي جو روموندي سكو فزافي دي، لانه لابد يكون لاعب كنقولوا بالكره خاطر في وسط الميدان أو في التدريب اللي كيلقح اللاعبين بدك الخبرة وبدك الأشياء في واحد ظروف معينة، سواء في التدريب أو لا باحترافية وبأشياء. الآن هذا ما يمكنليش نجاوب أشياء، لأنه كاين واحد طاقم طبي هو مسؤول على الأمور، وكنعتقد على أنه هما في الأيام القادمة المسؤولين اللي هما أهل باش يعطيوا الإجابة على هذه الأشياء. باسكال فايندونو أنا كنبصم
avec avec fluorescence ou avec certitude, c'est un excellent joueur qui peut apporter beaucoup n'importe quelle équipe fléchement national. Il n'a pas qui bqa la chi ana fi l'ayam qadima bi'idni llah mas'oulin sayhtou likoum ou la sahafa la mktouba la marqiya ou la msmoua le jawab ala l'affaire Fayndou. قليل الكلام ولكنه قليل الظهور حتى في وسائل الاعلام تحدث بالتفاؤل باختصار الصفات. هذا اللي قلت لك كواليس باش تاخذ تصريح من عند سكيتيوي ما قدرش بزاف ولكن كيدير اعمال فالبارح خلى لوسيس رابعه خامسه والناس ما كانش عاجبهم الحال اليوم يشوف لوسيس المشاكل اللي كتعاني توفيق سي ان كرون مسيو تري كومينيكاتيف متمينتي بالتوفيق.